انا معايا تليفون مهم، بس قبل التليفون عايز اسالك عن تجربه سبورتنج لشبونه، لان انا كنت فرحان جدا جدا بيها، وانت قلت ولما رحت شيكابالا استقبلك والناس كلها كانت متوقعه نجاح. ليه ما نجحتش التجربه؟ وهل لما رجعت كنت راجع على النادي الاهلي مباشره ولا دماغك لقلقت شويه؟ بص يا كابتن، انا كنت فرحان جدا زي ما حضرتك بتقول، برضو كان انا عندي 19 سنه ومحترف في سبورتنج لشبونه، برضو اسم تقيل قوي في البرتغال، مش عايزه كلام. وكنت محتاج ان انا اكمل. انا مش من ما اتضايقتش او ما زهقتش او ما اتخنقتش، والله. بس انا كنت مصاب في الكونفدراليه اللي احنا لعبناها، كنت مصاب في بدايتها كده، عندي دي بتاعت جريدو، عندي مشكله في عضلات البطن السفليه. ايوه، دي خدت شويه معاك. خدت معايا فتره كبيره قوي. فهم فاكريني ان انا كنت لما جالي العرض ساعتها كانوا فاكرين ان انا بمثل على النادي، ان انا عشان امشي، عارف انت لما بتضغط على أيوة النادي أيوة عشان تمشي أيوة تسافر عشان تحترف. فكان في مدرب ساعتها كان كابتن فتحي مبروك، كان مدي انطباع للناس ان انا بمثل، وان انا رامي ده بيمثل ورامي ما عندوش حاجه، وهو بس عشان عايز فتحي يمشي. ده جميل قوي، انا بقول لك على موقف من اللي اجمل حصل الناس. معايا، بس بقول لك على موقف اللي حصل معايا انا صراحه مع حضرتك يعني. نعم. فكان مدي انطباع ان انا بتدلع، وان انا مصاب، وان انا بدعي الاصابه عشان احترف. حتى هو طلع في برامج قبل كده في ساعتها في الوقت ده قال لك ان رامي بيدعي الاصابه ومش عايز يلعب يعني. اول ما رحت السبورتنج تاني اسبوع عملت العمليه في تاء يا رياضي، في تاء هناك رياضي في تاء. كشفوا عليا في ساعتها وقال لك انت عندك مشكله في عضلات البطن السفليه وبتاع، ولازم تعمل عمليه انت بتشتكي منها. قلت لهم لا، مش هي بس كانت وجعاني، بس انا ما كنتش، انت رايح مكان جديد، مش عايز تشتكي، مش عايز تبين ان مع انت حمل تعبان الماتشات الكتير اللي انت قلته زمان. بالظبط. فاول ما رحت قال لك انت عندك دي اول خبطه. فعملت خدت لها جاي فيها شهرين دي مثلا، قعدت فيها شهرين، شهر ونص، شهرين، ماكسيموم شهرين. شهرين. بعد كده بدات ارجع شويه واحاول العب، ونزلت مع تيم بي عشان يجهزوني عشان عدد الماتشات، ما العبش طبعا ما فيش ماتشات في نص الموسم، فبلعب مع تيم بي عشان يبقى في ماتشات ويجهزوني. فجاي فرصه ان احنا هنلعب الكاس مع البرتغال. حلو. فقبليها كان في منتخب، عملت رجعت المنتخب ولعبت، كان منتخب الشباب مع كابتن حسام بدري كان ماسكنا، او منتخب الاولمبي ساعتها منتخب كان هو اللي اولمبي ماسكنا. الشباب كان مع الجميل كابتن ربيع ياسين بالظبط كده. وحسام بدر، برضه اثنين مدربين محترمين يعني، محترمين بس ربيع بصراحه عمل جيل بصراحه يعني. قوي، وعمل نعم هو اللي طبعا ماسكني من البدايه كابتن طبعا ربيع ياسين. طبعا. فرجعت لعبت ماتش مع منتخب الاولمبي، حصلت مشكله في القيد في شهاده الجيش والحاجات دي، ايوه فاكر حاجه كده. اخرتني عن السفر. ايوه دي تاني بتجننهم دقة هناك. مع المدرب هناك يفتكر ان انا مش عايز اجي، فافتكر ان طبعا ان انا مش نعم. بتدلع، وان انا مش عايز ارجع، وان انا مش عايز باخر، وعايز اخد اجازة زيادة. انت عارف الانطباع، ايوه انطباع اللعيبه وانا المصريين ما كده. كانش ليا ذنب في اي حاجة غير ان الجواب الاجراءات. نعم الاجراءات اتاخرت، نعم وممكن تبقى طبيعي، او انا بداتها متاخر شوية، نعم فبيبقى طبيعي الاجراءات نعم بتتاخر شوية بتتعطل شوية، ده طبيعي. صحيح. بس ما لحقتش ميعاد السفر بتاعي فاجلتها يومين ايوه قبل ما طلعت الشهاده وسافرت. فالمدرب طبعا كان ماركو سيلفا ساعتها، كان هو اللي ماسك السبورتنج، خد قرار ان هو يلعب مكاني واحد تاني من نعم تيم بي يبدا بيه الكاس ايوه مكاني يعني. فلما لعب خلاص انا خد انطباع عني ان انا مش زي ما بيقولوا كده، خد انطباع ان انا مش ملتزم يعني. فحقه طبعا كمدرب ايوه ان هو يفهم ان انا جاي مصاب وكدبت على النادي، وبعد كده وجاي ان غبت انا غبت اتاخرت. ما جيتش في ميعادي، والالتزام عندهم انت عارف بره الحظ الالتزام، ما خدمش. فحظ ما خدمش ان انا ابقى ماشي بشكل كويس. قررت ترجع بقى في ساعتها؟ لا ما قررتش ارجع في ساعتها، قررت ان انا اشوف مكان تاني. كان معايا ايجنت برتغالي كان بيدور لي على كذا حاجه وما توفقش ساعتها، فحسيت ان انا هقرر هفضل قاعد في سبورتنج، وحسيت ان انا بقيت عارف انت لما تخش مكان وادمه بيبقى وحش عليك نعم فبتتضايق خلاص. يعني، بتتقفل منه يعني. نعم فقلت له خلاص شوف مكان وجهه تانية، وممكن نروح اعاره وارجع تاني على سبورتنج، ما فيش كويس. مشكله يعني في البرتغال. فلما ما بقاش في توافق ما بيننا انا وهو، وما جابليش حاجه، فكلمت على طول باشمهندس محمود طاهر، نعم كان في مكالمه شخصيه بيني وبينه، يا رامي انت عندك النيه انك ترجع؟ يا كابتن عندي النيه، بس كان نفسي ان انا اكمل الاحتراف، بس نعم لغايه دلوقتي انا مش لاقي مش نادي. لاقي. هم اتكلموا مع سبورتنج على ان انا ارجع اعاره عن النادي، نعم فمن هنا لهنا اتفقوا ان انا لا ارجع نهائي بقى خلاص. فخلاص رجعت ورجعت تاني. على ماتش السوبر بتاع الزمالك في الامارات، اول ماتش سوبر يعني. 3-2 كان 3-2 مش كده؟ بالظبط ده كان كده، كاب مؤمن زيزو اللي زكريا ماسك ساعتها، وكابتن زيزو، وكان مؤمن وعبد الله زكريا السعيد. وعبد الله السعيد،
مين؟ عبد الله سعيد جونين، عبد الله سعيد جونين ضربتين جزاء، عبد الله سعيد ومؤمن زكريا هم ضاعوا ضربه جزاء. كهربا كان ضاع ضربه جزاء، انقذها شريف كرامه. شريف كرامه. انا بص يا عمر.